الصحة الفكرية اللي هي أساسية جدا باش نعيشوا في الحياة حياة سعيدة، باش نعيشوا احنا راضيين على نفسنا، وباش ممكن أنه نبلغوا كل حاجة اللي كنترجوها وكنتمنوها وكنجعلوها هدف. لكن الهدف الأول هو تصحيح الأفكار. إذا من أهم المسارات اللي ممكن أنه نعتمد عليها هو المسار الفكري ديالنا. كيفاش هو؟ كيفاش ممكن أنه تنشوف الأمور؟ كيفاش أنه كنقدروا نحكموا على الأمور؟ كيفاش أنه كنعتقدوا في نفسنا؟ كيفاش كنعتقدوا في الآخر؟ كيفاش كنعتقدوا في المجتمع؟ كيفاش كنعتقدوا في القيم؟ إذا تصحيح الفكر وتصحيح الأفكار تكون عندنا صحة نفسية مهمة جدا باش نتطوروا. كثير من الناس كيبغيو يتغيروا، كيبغيو يتغيروا في مشاعرهم، في سلوكاتهم، كيبغيو يتغيروا في الحالة ديالهم المادية مثلا، لكن تلقوا بأنهم كاين أفكار اللي كتحبسهم، أفكار اللي كدير لهم واحد الحاجز أمام التطور. فالإنسان اللي ما تغيرش الأفكار دياله، الإنسان اللي ما تعتمدش على فكر سليم ويحاول ما أمكن أنه يبحث على الفكر الإيجابي، لا شك أنه غيبقى دائما في المكان دياله، بل بالعكس غادي يرجع للوراء، لأنه في الأصل هو إما تعيش في الماضي أو لإنسان اللي تعيش في الحاضر لكن بدون فكر نير. فإذا الصحة الفكرية مهمة جدا إلى بغينا التغير وتغيير ديال المجتمع ديالنا ككل، ديال الحالة النفسية ديالنا، إلى بغينا نتغيروا في الحالة المادية كذلك، راه ضرورة أنه نقلبوا على الأفكار اللي ممكن تكون هي واحد الوقود، واحد الزاد باش ممكن نزيدوا القدام. ما يمكن شيء يتغير في الوضع ديالك ككل كامل، وضعك الأسري، وضعك في الخدمة، وضعك مع التعامل مع الأسرة ديالك، مع جميع الأمور، الصحة ديالك، إلى ما غيرتيش الأفكار. فكنلقاو مجموعة بالأمثلة مثلا عندنا في المجتمع المغربي كتكون هي سبب احيانا الاحباط بعض الناس، وكيبقاو معتمدين. كتكون كذلك افكار اللي تربوا عليها كتبقى هي يعني كتشكل لهم حاجز وواحد التحدي اللي ما تقدروش يتجاوزوه. تكون عندهم قدرات، نعم تكون عندهم مهارات، كاينه، لكن باش انهم يوظفوها في حياتهم تيبقاو دائما تيشوفوا نفسهم، تيشوفوا حالتهم، تيشوفوا المجتمع ديالهم، وكيشوفوا الوضع ديالهم من خلال الأفكار اللي سمعوها واللي بقوا تكرروها مع ادواتهم. تكرير الأفكار هذاك النوع من اللي كيبقى يعني عنده واحد نوع من تكرار الفكرة بدون أنه ما يمحصها. إذا من أهم الخطوات أنه نشوفوا شنو هي الأفكار، نراقبوا الأفكار ديالنا. مراقبة الأفكار شيء جميل جدا، اللي بغى أنه يتطور، اللي بغى أنه ما يبقاش كيتألم، اللي بغى أنه يحقق أهدافه يراقب الأفكار. أي نوع من الأفكار، سواء الأفكار اللي كتقولها أنت على ذاتك، على نفسك. بعض الناس تعيشوا في مرحلة الطفولة اللي كانوا تسمعوا الأم ديالهم أو الأب ديالهم أو لا، اللي تقول لهم أنت ما غتقدرش تدير، أنت فاشل، أنت كسول، أنت ما مربيش، أنت شوف عقلتي شنو درتي، وكيعيشوا معهم كذلك في الماضي، عقلتي شنو درتي فعلتي، راه ما غنسالكش هادي وكذا. يعني كيكون واحد التربية اللي هي فيها تربية على النظر إلى الوراء، النظر إلى الخلف. كيخطأ مثلا الطفل أو المراهق فما كيعلموش كيفاش أنه يتجاوز هذاك الخطأ وأنه يشوف القدام. لا، في كل لحظة من اللحظات مثلا الأم باش كتسيطر على الموقف تقوله أنا ما نسيتلكش، عقلتي نهار درتي أو لا، كتحسوا بواحد نوع من المحاسبة ديال الذات كتبغي توصل به ربما المستوى ديال التطور. لكن كوني على يقين كأم أنه علمتيه أو كأب علمتيه أنه دائما يشوف الوراء وما يشوف شيء القدام، وبالتالي كتقولوا علاش هما كيحسوا بالإحباط أو علاش ما كيزادوش يعني في المستوى العلمي ديالهم، أو علاش كيحسوا واحد نوع من عدم القدرة. وكتلقاه كيولي طفل اللي كيعتمد عليك في جميع الأمور، أو لمراهق كيعتمد، أو حتى شاب ورجل امرأة ناضجة اللي كتعتمد على الآخرين في جميع الأمور ولا ينجز شيء. إذا هذا الأمر هذا مهم جدا أنه نغربلو الأفكار، نحولو الأفكار ديالنا اللي خديناها من التربية، اللي خديناها من المجتمع، اللي قريتوها ربما، اللي جلستوا واحد جلسة مع أصحابكم ومع أصدقاء ومع العائلة وسمعتوها وبقات كتكرر. راه بزاف الناس كيجعلوا واحد تحدي كبير قدامهم، أو لك يكون واحد نوع من الإحباط وحاجز ماشي حتى تحدي قدامهم بسبب أنهم سمعوا واحد الحكم من طرف ناس آخرين عليهم.
شي موقف معين الانسان مثلا كتعرف بانه راه درتيه من اجل كذا وكذا، لكن الاخر تيشوفه بواحد النظره اخرى وتيعطيك حكم على ذاتك انت، وكتبقى قابض انت ذاك الحكم وديك الصوره وديك الجمله كتبقى دائما كترددها ودائما كتبقى كتسمعها مع ذاتك. فاذا مراقبه الافكار اللي كتسمعوها، راه الله تعالى جعلنا مؤمنين وجعلنا بشر اللي خصنا نكونوا فوق هذه الكره الارضيه اللي نكونوا مسؤولين على افكارنا. راه الدين والاسلام لما جا راه جا لتصحيح الافكار اللي كانت موروثه مغلوطه. فاذا خصنا احنا باش نتسموا احنا مسلمين ونتسموا احنا رحنا بشر، خصنا دائما نراقبوا الافكار، نصححوا الافكار، واش فعلا هي افكار علميه، واش فعلا هي فكره اللي كتساعدنا على التطور وعلى التغيير. شو سبحان الله كتلقى بعض الناس هو مع ذاته ما تيقدرش يسامح نفسه في أخطاء اللي ارتكبها في الماضي، في حين أن الله عز وجل رب العالمين اللي هو خلقه أعطاه فرصة لأنه يتوب وأنه يستغفر وأنه يسامحه على ذاك الفعل. الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا تيسامحنا، ولكن للأسف تلقى ناس تعيشوا الإحباط وتعيشوا في الماضي ما قدروش أنهم يسامحوا نفسهم، أو ممكن ما تقدروش يسامحوا الآخرين رغم أن الآخر يعتذر أو يتجاوز أو يصلح أو كذا، فكتبقى مثلا في علاقة زوجية أو لا في علاقة أخوية أو لا، تقول لك لا عقلتي نهار در. لكن الإنسان إلى صلح فكنعرفوا أن التسامح والمسامحة شيء أساسي لأجل الصحة الذاتية أولا، الصحة النفسية الذاتية. لبكتي هز هذه الجمرة رغم غتأدي إلى نفسك أنت أولا. فإذا حاولوا ما أمكن أنه نعتمد صحيح الأفكار فيما يتعلق على ذواتنا، فيما يتعلق بالماضي بالخصوص. معظم حالة الاكتئاب هي تأتي من ماضي عاشوا إنسان بظروف معينة وما قدرش أنه يتخلص منه في الفكر دياله، بقى عايش له في العقل دياله وراه مشى في الحقيقة مشى. إذا هذا الشيء ضرورة أنه يأخذ إنسان قرار أنه يتخلص من الأفكار اللي كتأديه، من الأفكار اللي كتشكل له حاجز أمام التطور دياله التغير دياله، ويقول شنو هي الأفكار اللي ممكن تكون بديلة، هذا شيء أساسي ومهم جدا، ويقلب على الأفكار اللي هي تكون بديلة، لأنه لا يمكن أن ينصلح الحال بدون تغير في الأفكار والتغيير أو التغيير في سلوكات اللي هي نابعة من الأفكار أو مشاعر اللي هي نابعة من الأفكار.